Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى أحد أفضل دروس اللغة الإنجليزية. ودرسنا اليوم هو يتحدث عن الضمائر اللي بيهملها كثير من الناس وبالتالي يجد صعوبة عندما يتفاهموا مع الآخرين باللغة الإنجليزية. هذه الضمائر هي تشكل حجر أساس لكثير من الجمل في اللغة الإنجليزية وسوف أثبت لك هذا الموضوع اليوم وأريدك أن تركز عليه وتستفيد من تدريب اليوم عشان تعرف أهمية الضمائر أو يسمى ضمائر مفعول به أو ضمائر التمليك. خذني معك، ركز معي. هذه العبارة خذني معك، ركز معي. كيف تقولها؟ هو عبارة عن أمر، يعني take me with you. طيب هذه العبارة لا نستكفي أن نقف إلى هذا الحد، يعني لا أريد أن نقف إلى هذا الحد. خذني معك take me with you. أوكي؟ take me with you. أريدك أن تغيرها أنت الآن، خذها معك. أخذ مين؟ خذها، خذ البنت يعني، بس أنا مش حاب أقول البنت، خذها، والها هنا أقصد بها البنت. تعرف كيف تحولها؟ take her. طب لو هم أطفال أو كتب وأنا حاب أقول لك خذهم معك، يعني أنا أقصد الكتب أو الأطفال الأولاد، take them. ركز معي. أصلاً أي واحد بيعاني من صعوبة تحدث اللغة الإنجليزية هذه أحد أكبر أسبابك، وإنت محتاج لبعض التدريبات من هذه التدريبات صدقني هتحل المشكلة وهتعرف تتكلم ويفهمك الآخرين وتفهمهم. take me with you، خذني معك. take her with you، خذها معك البنت. take them، خذهم معك. خذنا معك، أريدك أن تقول لأحد بالله خذنا، خذنا أنا وأخواني وأصحابي، خذنا معك. take us with you، take us with you. طيب خذها وانت تقصد حاجة واحدة غير عاقل، يعني مثلا الدراجة او السيارة، خذها معك. الحقيبة، الحقيبة الباك، انت تريد ان تقول لي خذها معك، خذها معك. take it، take it with you. ticket، حتى يدمجوها، ticket with you، ticket with you. طيب ركز معي، شوف التحويل اللي هيحصل. take me with you، خذني معك، تمام. take it with you، خذها اللي هي غير عاقل، قطة أو صندوق أو كذا. take her with you، خذها معك البنت. take them، خذهم. take us، خذنا. جميل. طيب أنت الآن ممكن تقول اشتريتها، خلاص هذا خلصنا من الموضوع، انتهينا منه. اشتريتها، أنت تريد أن تقول أنا اشتريتها. خذ بالك ان كلمه واحده في اللغه العربيه، لكن بالانجليزيه اي الباي، لا انت هتحول الباي الى اي بوت، اي بوت ات، انا اشتريتها. هنا البوت، البوت تقصد به انت اللي هو الماضي من الباي، اي بوت ات، والات هنا اشتريتها اللي هو الهاء، هذا الهاء هو اللي هو اشتريتها. طب انا اشتريتهم، انت تريد تقول اشتريتهم، اي بوت ذم. طب أنا اشتريت الكتب، بدل ما تقول them تقول I bought the books، I bought the books. طيب أنت الآن ركز معايا، إنه ضمائر المفعول به بتلعب فيك وبتتحكم فيك. أخبروني، أخبروني من هم؟ هم they، أيوة. لا تقول tell، tell يخبر، الماضي منها told، they told me. هم أخبروني، إذا الصح هي they told me، هم أخبروني. طب هم أخبروها، they told her. طب هم أخبرونا، they told us. طب هم أخبروهم، they told them. طب هم أخبروه، أخبروه يعني هو الرجل، they told him. تمام. ممكن هنا نفس القصة، احنا نسينا him، take him يعني تقصد بها خذه، وتقصد على محمود ولد واحد أو شاب واحد. take him with you، خذه معك. إذا معناه الموضوع اللي بحدثك فيه اليوم هو موضوع مهم جدا، انك تعرف كيف تستخدم ضمائر المفعول به. ضمائر المفعول به مهم جدا انك تتحكم فيها. تك هم، خذه. تك ات اللي ياخذها غير العقل. تك مي، خذني. تك هير، خذها. تك ذم، خذهم. تك اس، خذنا. اي بوت ات، انا اشتريتها. اي بوت ذم، انا اشتريتهم. طبعا لا تستطيع ان تقول اي بوت اس، انا اشتريتنا، يعني لازم تفكر في الجملة قبل أن تقولها.
they told him, هم أخبروه. They told me, هم أخبروني. They told her, أخبروها. They told us, أخبرونا. They told them, أخبروهم. وتستطيع أنك أنت طبعا تعمل أي جمل كما تريد بهذه الطريقة. أنا مثلا رأيتهم, رأيتك, رأيتهم. I see, يرى. الماضي منها saw. وضع هنا I saw you, أنا رأيتك. I saw them, أنا رأيتهم. I saw him, أنا رأيته. I saw her, أنا رأيتها البنت. I saw it, أنا رأيت الشيء اللي هو الغير العاقل, الكتاب أو الفيلم أو المسلسل أو الجوال. أقول لك أنا شفت الآيفون الجديد أو الجوال الجديد. تقول yes, I saw it. أو الإت تعود على غير العاقل وهو الجوال. I saw her, يعني تقصد ليلى. I saw him, أنا رأيت يعني محمود ولا عبد الله. I saw them, أنا رأيتهم, تقصد الطلاب. I saw you, أنا رأيتك. وتستطيع أن تستخدم المضارع. I see you, أنا أراك. I see them في المضارع. أو الماضي I saw you, I saw them. وهنا أنت لازم تركز كيف تستخدم ضمائر المفعول بالشكل الصحيح. وهذا درس للأسف بيهمله كثير من الطلاب, وتجدهم عندما يتحدث اللغة الإنجليزية يجد عندهم مشكلة كبيرة. يعني يتحدث معك يقصدك أنت, أو يقصد يريد أن يحدثك عن أخوه, أنا رأيته, فيقول لك I saw you. كيف تقول لي I saw you, أنا رأيتك, وأنت تقصد أخوك؟ المفروض تقول I saw him, أنا رأيته. ويريد يقول لك أنا رأيت السكرتيرة, شفتها أو أعطيتها أو كلمتها, يقول لك أنا أعطيتها. I هي أصلها give, يعطي, والماضي منها give, أعطى. هو يريد أن يقول لك أنا أعطيت السكرتيرة, فيقول لك I gave you, ويقول لك I gave you يعني أعطيتك. أو I gave him, يا حبيبي الهم للرجل. I gave her, أعطيتها للمرأة. I gave you, أعطيتك. I gave them, I gave them, تمام, أعطيتهم. لابد أنك تتحكم وتتمكن وتعرف كيف تتدرب على ضمائر المفعول بالشكل الصحيح. مش حاب أطول الفيديو أكثر من كده. اضغط لايك إذا عجبك الفيديو وشارك الفيديو مع غيرك. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. Thank you very much. See you soon. أراكم قريبا مع سلامة الله.